بسكون الليل، الناس كلها نايمة. بدخل على الغرفة اللي أنا خليتها لقيام الليل، استقبال الله عز وجل في قيام الليل، لأجلس بين يدي الله عز وجل. اليوم أخواتي حبيت أحكي لكم عن سورة عظيمة في القرآن الكريم. ربي سبحانه وتعالى ناظر لقلوبنا، ناظر لحديث نفسك. فكرة هي صدقة عنكم أخواتي، عني وعنكم، دائما بنويها إلي وإلكم، إلي وبيت. وقعدت وقت ساعة الإجابة، بدل ما تقول يا رب يسر أمري. والله يا بناتي ويا أخواتي الحبيبات، إني لمست كرم رب العالمين بس هيك وقفي على بابه بكتابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلمة. حبيباتي طمنوني عنكم، يا رب دائما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة وأمان ورضا ورضوان من الله عز وجل. ويا رب جعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويا رب جعلنا من عبادك الصالحين الذين تتولاهم سبحانك وأنت تتولى الصالحين. ويا رب أعطي كل من طلب مننا الدعاء في هذه القناة وكل من يسمعنا الآن وكل من يؤمن على دعائنا، يا رب أعطيه سؤله وأكثر مما يرجوه منك يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، عاجلا غير آجل. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قصتي عن إحدى الأخوات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لربي أكرمها وجبرها باستجابة الدعاء. تابت من كلمة كانت تقولها دائما، فجعل الله سبحانه وتعالى دعاءها مجابا، ما شاء الله تبارك الله كفلق الصبح. تقول صاحبة القصة أخواتي أن العمر وصل بها لعمر لا يصلح للزواج على أولها، وإنها كبرت وما تزوجت، وكان حلمها تنجب أطفال وتتجوز وتعيش حياتها مثل رفقاتها. قالت لي وصرت أسمع محاضرات عن قيام الليل، عن قيام الليل بسورة البقرة وعن قراءة سورة البقرة وقراءة الأوراد تبع الزواج، وكل شيء سويته. صرت قوم الليل بسورة البقرة وقرأ سورة البقرة وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم واذكر الأدعية اللي بيقولوها، يعني أدعية اللي بيقولوها مشان الزواج، أدعي الله عز وجل فيها وما يحصل نصيب، ويجوني خطابين وما يحصل نصيب. يعني الدنيا قافلة، خلاص صرت حسيت باليأس تماما. ودخل الشيطان، ولحظة من اللحظات بعد ما فسخت خطبة من الخطب، يعني كان بدها تصير الخطبة وما تمت، قالت لي تجي والدتي تقول لي لا تزعلي يا بنتي، ما انتي دعيتي الله عز وجل وربي حيستجب لك، امتى غلطت هالغلط اللي انا بفضل الله تبت منه، هذا الغلط اللي قلت له اصله الله ما بده يستجب لي، انا دعيت الله ما استجب لي. قالت لي بهاللحظة فعلا حسيت بشي بارد بجسمي، حسيت اني غلطت. يا بنتي اما مرة كبيرة ست محترمة، قالت لي والدتي انسانة فاضلة، إلا ما بصير نحن نقول هذا الكلام، ما بيجوز يا بنتي تقولي هذا الكلام، ما بصير تسيء الأدب مع الله. زعلت وحملت حالي ومشيت وأنا عم ببكي، ورحت نمت. بعد كنت عم ببكي وزعلانة ونمت. شوفي ربي سبحانه وتعالى يعلم سركم وجهركم. هذه البنت لم تقصد هذا الكلام والإساءة الأدب مع الله، لأنه أخواتي يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ما هو الاستعجال؟ ما لم يعجل إيه؟ يقول دعوت ولم يستجب لي.
قالت لي وقت نمت رأيت رؤيا، صوت عم يقول لي يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. ممكن تكرر أكثر من مرة الصوت وفقت من نومي. قمت وما لي عارفة وين بدي روح، لمين احكي هذا الرؤية. وقت رحت وفتحت تفسير الحديث انه شو ما لم يعجل، كأني بعمري ما سمعت هذا الحديث. وقت قرأت معناه ما لم يعجل أي يقول دعوت فلم يستجب لي. والله انهرت من البكاء ودموعي تنزل وما لي عارفة كيف بدي استغفر ربي. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. حسيت فعلا أني أنا ظلمت نفسي وتعديت على بالكلام وسوء الأدب مع الله. حسيت هذه الرؤية أن ربي سبحانه وتعالى بيحبني وبده يستجب لي، بس ما سيء الأدب معه سبحانه وتعالى. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، قالت لي ترن بإذن. وقمت وتركت الدنيا كلها، قلت يا رب سامحني اغفر لي، وتبت لالله قلت يا رب أنا راضي باللي كتبته علي، أكيد اللي صرفته عني كان هو الشر واللي أنت كاتب لي إياه هو الخير واللي أنا فيه الآن هو الخير. وابكي، قالت لي ابكي ابكي قولي يا ربي أنا راضي لو ما تزوجت بحياتي، بس ارضى عني سامحني. ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم جبار سبحانه الهادي. الهادي هو الهادي سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت. شوف ربي سبحانه وتعالى ما ضيع على قيامة بالليل بسورة البقرة وقراءة لسورة البقرة ومحافظته على صلاته وحرصه على التقرب إلى الله، ما ضاع. ربي هداها، قالت لي والله الهداية ما في أجمل من طعمها، طعم التوبة، طعم الرجوع إلى الله، طعم القرب من الله. والله لا يعني ما في لحظة بهاللحظة بتسوى شيء بهالدنيا مثل قربي من الله ومثل رجوعي إلى الله. خلص أنا كل عباداتي لله، شكر لله ورضا لله واستسلام لله وصبر على ما كتبه الله. يا ربي ارضني ورضني وارضى عني، ادعي الله عز وجل وادعي عز وجل. وانا ملحة بالدعاء، نسيت نفسي اني انا نفسي اتزوج وانه الخطب اللي عم تصير والقهر اللي كنت عايشته والبكاء نسيته كله. لذة التوبة والرجوع الى الله انه خلص يا ربي انا كل شيء حاعمله لاجلك ولوجهك الكريم، حتى قرآني لوجهك الكريم. ما بدي شيء إلا أنك ترضى عني، لأنه والله قالت لي كل ما أذكر هذا الرؤية يقشعر جسمي، تقشعر لها الأبدان. قالت لي صوت يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، كأنه الحديث كأنه فاتحة إذاعة التلفزيون كتر مواضح، وكأنه حدا عم يقول لي الحديث بوضوح. قومي أصحك أصحك يا حبيبتي، أنتي وأنتي وأنتي تدعي الله عز وجل. وبعد تقولي أصلا ما ربي ما استجاب لي، أصلا ربي ما بيحبني، أصلا أنا دعيت كتير، أنا كتير قمت الليل، أنا كتير قرأت سورة البقرة، أنا صلي أكتر من سنين عمري كله وأنا عم بقرأ وصلي وأعبد ربي، ربي ما استجاب لي. ضيعتي كل عملك، ضيعتي كل دعائك، ضيعتي كل صلاتك، حبط عملك بهالكلمة والجحود مع الله. ما من مسلم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا ربي يستجب له ما لم يدعو الله بإثم أو قطيعة رحم. كيف يستجب له؟ إما أن يعجل له بالإجابة أو يدخر أو يدخرها له يوم القيامة أو يرفع عنه مثلها من البلاء. يعني ربي عطيك الإجابة، عطيك الإجابة. يمكن الشيء اللي انت ببالك خير إليك هو لو الشر المستطير إليك، ولو كنت تزوجتي كنت عشتي بآلام وعذاب، ما بتعرفي شو الله رفع عنك بلا، ورفع عنك بلا بدعائك، ما بتعرفي شو ارتفعت بلاوي عنك.
ما بتعلمي الغيب، انت ما بتعرفي شيء شو ربي عم يرفع عنك. ويوم القيامة بتمنى العبد لو ربي ما استجب له ولا دعاء من كتر إكرام ربي سبحانه وتعالى له بالدعاء اللي كان عم يدعي بالدنيا، اللي خباله يا للآخرة. فلا تزعلي على الشيء. قالت لي سلمت أمري لله ودعيت الله عز وجل وخلص، صرت ادعي الله عز وجل بيقين وإلحاح وكله، وأنا مستنية الفرج، وأنا مستنية الفرج. والله هلا عم بحكي معك، ربي أكرمني بعريس، ربي جبرني فيه من حيث لا أحتسب. إجوا وقالت لي سبحان الله تم الخطبة بكل سلاسة وكل هدوء ومن دون مشاكل وكرام، وأكرمت سبحان الله، أكرمت سبحان الله، وتزوجت، وأنا هلأ بيت زوجي. ربي جبرني لأني تبت من هالكلمة توبة نصوح، توبة لا رجعت فيها، خلاص أنا ما حأجحد يا ربي بنعمك، ربي راضي باللي كتبته لي. والله ما قالت لي لو بتصدقي ما مر أكثر من سنة اللي أنا بفضل الله سبحانه وتعالى ببيت زوجي، وربي أكرمني برجل صالح وتقي ومحترم، وباللي بتمناه اللي بتمناه قلبي، مع أنه أنا عمري يعني مثل فرص قليلة أو هيك يجيني فرصة. ربي جبرني وأكرمني برضاي واستسلامي وتوبتي النصوحة لله عز وجل ألا أتعدى على الله بالكلام وسوء الأدب مع الله. هذا ما تقولي دعوت الله ولم يستجب لي. ويا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أخواتي من الآن توبي إلى الله من هذه الكلمة المسيئة إلى رب العالمين وإلى إكرامه سبحانه وتعالى، الكريم الجواد الرحيم الجبار اللي ربي عم يجبرك من كل شيء. بس سبحان الله الإنسان لا ينظر إلا على المفقود عنده، ما بينظر على الموجود والنعم اللي هو لو انحرم وحده منها ما حيعرف. أخواتي في رعاية الله وحفظه، لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع من تحبون، عسى الله أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، ويعطيكم حتى يرضيكم، ويجبركم جبرا تعجب له أهل السماوات والأرض. أحبكم في الله أخواتي، وأتمنى لكم الخير دائما، لا تنسوني من دعائكم وأنتم دائما في دعائي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.